الرئيس السيسي يفتتح اليوم معرض تراثنا لمنتجات الحرف اليدوية. مجلس النواب يدعو رئيس الوزراء لإلقاء بيان الأسبوع المقبل لإيضاح بعض الحقائق. توقيع مذكرة تفاهم بين الإنتاج الحربي وشركة كويتية للتعاون في مجال نقل تكنولوجيا المدن الذكية. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم معرض تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية للمحافظات، والذي يقام بتنظيم من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن المجلس سيدعو رئيس مجلس الوزراء وعددا من الوزراء لإلقاء بيان لإيضاح بعض الحقائق المهمة أمام البرلمان الأسبوع المقبل. وأضاف عبد العال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم إن ثورة مجلس النواب لن تهدأ إلا إذا وصلت الحقيقة لكل مواطن، وكل مسؤول تنفيذي مقصر سيتم محاسبته. وأشار عبد العال إلى أن مصر تسير في الطريق الصحيح، وأن الهجمة الشرسة عليها هدفها إعاقتها عن التحرك. شهد وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد سعيد العصار اليوم مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة مياسك للمدن الذكية والتجارة العامة الكويتية للتعاون في مجال نقل تكنولوجيا تصنيع أنظمة المدن الذكية بديوان عام الوزارة. وتم التأكيد على أن توقيع مذكرة التفاهم مع شركة مياسك الكويتية يأتي في إطار اتجاه الدولة إلى التحول للمجتمع الرقمي وإقامة المدن الذكية التي تحقق زيادة في استثمار رأس المال البشري والبنية التحتية، حيث تعتمد هذه المدن على التنمية الاقتصادية المستدامة والإدارة الحكيمة للموارد الطبيعية لتحسين حياة المواطن. أعلن صندوق تحيا مصر اليوم أن المبادرة الرئاسية لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار نور حياة ستستأنف عملها بالمدارس الابتدائية يوم الاثنين القادم بعد توقفها خلال الإجازة الصيفية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة التي أطلقها الصندوق في العاشر من فبراير الماضي بالمدارس. وتستهدف المرحلة الأولى من المبادرة إجراء الكشف الطبي على نحو 660 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية، وتوفير 132 ألف نظارة طبية مجانا خلال العام الدراسي 2019-2020. التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر بوزير الاقتصاد والتجارة اللبناني السيد منصور بطيش، وذلك في ختام زيارتها إلى العاصمة اللبنانية بيروت. واتفق الجانبان على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية التعاون الثنائي من خلال مجلس رجال الأعمال المصري اللبناني. وعقب ذلك التقت الوزيرة الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، وناقش الجانبان كيفية تعظيم الاستفادة من دور القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل الإصلاحات الواسعة التي تشهدها الدولة في مجال الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال. وصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها التموينية المكبرة، وتمكنت من ضبط 830 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة. المزيد في سياق التقرير التالي. لمكافحة جرائم الغش التجاري وبيع السلع منتهية الصلاحية، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها في هذا الإطار، وتمكنت وبالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديرية الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط 57 طن ذرة صفراء مستوردة غير صالحة للاستهلاك بصومعة بالبحيرة. كما ضبطت المسؤول عن إدارة مصنع للتمور بدون ترخيص بالمنوفية لحيازته نحو 78 طن من مرتجعات التمور وبقايا فرز الأسواق غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تمهيدا لإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة وطرحها للبيع. الإدارة نجحت في ضبط مالك معمل ألبان دون ترخيص بالإسكندرية لحيازته أكثر من طنين ونصف طن من الجبن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بهدف إعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة عليها بيانات وهمية تمهيدا لطرحها للجمهور.